فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس، ما مراده رحمه الله بقوله أو نعاس؟ وهل النعاس في الصلاة جائز؟ غصبا عليه، ما هو باختياره، ينعس غصبا عليه ما هو باختياره، لكنه لا يؤثر على الصلاة والحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.